معايير الجودة متمثلة في ايه؟ ما انا لازم يكون عندي ناس متخصصة في طب ايه هذا. رايك نعمل حاجه؟ اتفضل احنا هنمشي السؤال بطريقه عكسيه. اتفضل. احنا معانا فيديو، الفيديو ده انا شايف ان صاحب هذا الفيديو وصاحب هذا المعمل ان شاء الله تعالى في خلال سنه هيبقى من اكبر المعامل اللي موجوده في جنوب مصر العربيه بإذن الله. لان احنا لما صورنا الفيديو ده، لا انا شفت امكانيات مش طبيعيه. تمام. الفيديو ده بيتكلم عن معامل الشعر، خلي بالك في تسوق كفر الشيخ. تمام. ان شاء الله انا السنه الجايه هيبقى موجود هنا عندنا في القاهره بإذن الله. بيتكلم ده رحلة جوه المعمل. تمام. والسادة المشاهدين، احنا هنشوف النهاردة الفيديو ده لمدة نص ساعة، وهنعمل بعد كده سلسلة حلقات مع الدكتور ربيع الشاعر صاحب معامل الشاعر عشان نعرف بالتفصيل كل ما يتم في المعمل. هسيبكم مع الفيديو ورحلة داخل معامل الشاعر. اشوفكم بقى الأسبوع الجاي، ولكن قبل نص ساعة من دلوقتي. هسيبكم بقى في رحلة معامل الشاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذ دكتور ربيع سيد الشاعر، أستاذ مساعد التحليل الباثولوجية وتحليل الأنسجة والأورام بكلية الطب جامعة الأزهر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم بس عن معمل الشاعر. أنا المدير العام لسلسلة معامل الشاعر في تسوق وكفر الشيخ، وإحنا دلوقتي بنتكلم في الفرع الجديد في برج غرنيم شارع الشركات في تسوق. الحمد لله احنا قدرنا نعمل معامل يعني محترمة جدا وعالية جدا في الدقة وفي الجودة، تليق بمرضانا وتليق بكمان بالأساتذة الدكاترة زمايلنا انهم يقدروا يحولوا علينا حالاتهم وهم واثقين تماما في دقة النتائج وجودتها. الحمد لله رب العالمين، عندنا استقبال في المعمل على أعلى مستوى، يعرف ازاي يتعامل كويس جدا مع كل أنواع التحاليل، عندنا ازاي يقدر يوزع الحالات. كان في حالات اطفال للسحب، عندنا ناس متخصصين جدا في سحب الاطفال، مهمتهم بس ان هم يسحبوا من الاطفال، وكذلك في السن الكبير الحالات الحرجة. والمعمل عنده برضه ميزة ان هو ممكن يسحب من العمل او من الشغل او من المستشفيات سواء خاصة او العامة. ده بالنسبة للاستقبال. برضه في الاستقبال مهم جدا عندنا الباركود اللي احنا بنشتغل بيه علشان دقة العينات، بناخد 5 ايدنتيفايرز من العيان على الأقل، بنديله اكسجين نمبر او لاب نمبر عندنا، بالإضافة إلى إن هو بعد كده بياخد الباركود نمبر، وبعد كده بياخد اسمه والاي دي بتاعته ورقم التليفون الشخصي بتاعه وبلده وسنه. الحاجات دي كلها، التعريفات دي كلها مهمة جدا جدا علشان تمنع أي لخبطة في العينات أو أي لخبطة إن عينة تخش مكان التانية. ده مستحيل بنسبة مش يعني مش عايز أقول ملايين، يعني 1 على 1,000,000 ممكن تحصل عندنا. كمان إحنا قدرنا نعمل فريق عمل محترم جدا جدا في معمل الشاعر، لأن معمل الشاعر بيعمل كل أنواع التحاليل، مقسم لوحدات، أولهم وحدة الباثولوجي. وحدة الباثولوجي دي اللي هي تحاليل الأنسجة وتحاليل الأورام، والحمد لله رب العالمين قدر معمل الشاعر يعمل اسم محترم جدا جدا فيها بالاستاف المحترم اللي هو موجود فيه، وعلى رأسهم أنا دكتور ربيع الشاعر، معنا أستاذة دكتورة ولاء الغنام أستاذ مساعد في جامعة قناة السويس، معنا دكتورة نرمين ودكتورة هبة، دولت برضو دكتوراه تحليل الأورام والأنسجة جامعة المنوفية، ومعانا دكتورة ضحى ماجستير تحليل الأنسجة والأورام، دولت هما الاستاف بتاعنا بتاع الأورام. بالنسبة لوحدة الباثولوجي، المعمل مميز جدا وهو يمكن الوحيد في تسوق وتاني أو تالت معمل في كفر الشيخ اللي هما بيعملوا حالات الباثولوجي أو حالات تحليل الأنسجة والأورام في المكان، ما بيبعتوش العينة في أماكن تانية، لان طبعا عينات الباثولوجي لازم الناس تبقى فاهمه كويس جدا ان لها طريقه في الهاندلنج وفي الكوليكشن بتاعها. مش اي حد يقدر ياخد عينه الباثولوجي بطريقه صحيحه، مش اي حد يقدر يتعامل معاها بطريقه صحيحه، بالاضافه ان عينات الباثولوجي دي
مختلفه عن اي عينات او عينات الاورام مختلفه عن اي عينات. ولازم نبقى عارفين كويس جدا ان اي مشكله في اخذ العينه او تجميعها ممكن يؤدي الى اتلاف العينه. وطبعا عينات الاورام للاسف الشديد انها لو اتاخدت ممكن ما تتاخدش تاني، لان الدكتور بيبقى شايل لي جزء من ورم او شايل الورم او داخل بمنظار شايل لي حته من المعده او جايب جزء من القولون، مش هيعرف يجيبه تاني لو العينه دي باظت او اتحللت او ما اتحفظتش بطريقه معينه احنا عارفينها كويس جدا، او غابت في الماده الحافظه اكتر من 48 ساعه، ده برضه بيأثر على النتائج. فبالتالي اللي بيجمع عينات الباثولوجي واللي بيتعامل معاها لازم يكون على درايه تامه ازاي يتعامل مع عينات الباثولوجي. وانا عملت كتيب صغير جدا في الهاندلنج والكوليكشن اوف ذا باثولوجي سبيسمن، ازاي اتعامل مع عينه الباثولوجي من ساعه ما تطلع من اوضه العمليات لغايه ما توصل للمعمل، وازاي اتعامل معاها من اول ما تخش المعمل لغايه ما اطلعها بعد كده ريبورت مكتوب للمريض. للاسف الشديد بعض اخواننا المحترمين والكويسين جدا ان هم بتوع الكيمياء ممكن ياخدوا حالات الباثولوجي دي ويبعتوها في اماكن بعيده، وهو ما هوش داري كويس قوي بازاي يتعامل مع العينه، وبتجي لنا حالات زي كده بتبقى حاجات تالفه، وبيبقى للاسف الشديد العيان عمل عمليه والدكتور عمل عمليه وفي الاخر ما استفادش من التحليل حاجه. فده حته مهمه جدا واحنا بنحافظ عليها حفاظ جديد جدا جدا في معمل الشعب. عندي المعمل مقسم برضه لوحدات، عندي وحده الفيروسات موجوده عندي بأجهزة على أعلى مستوى ودقيقة جدا الحمد لله رب العالمين، بنستخدم أعلى وأدق وأجود أنواع الكيتس والكيميكال والمحاليل، ودي برضو حتة مهمة جدا جدا أن نوع المحلول والكواليتي بتاعته ده مهم جدا جدا في أن العينة تطلع مظبوطة أو دقيقة. يعني ارجو من بعض الناس انها برضه مساله ان هو يسترخص في ان هو يلاقي في مكان التحليل رخيص جامد او رخيص شويه او كده، ده طبعا انا يعني اللي اقدر اقوله ان فيه فاريشن رهيب جدا في انواع المحاليل، من حاجات بتتعمل تحت بير السلم لحاجات بتيجي من اعلى شركات عالميه مشهوره جدا بالكواليتي بتاعها ودقيقه جدا في نتائجها، وتعمل عليها كنترول وتعمل عليها كالبريشن، والشركات دي مشهورة جدا وبس حاجاتها غالية ومحترمة، فبالتالي لازم تكون نتائجها دقيقة جدا جدا، ويمكن مش عايز أقول نسبة الدقة فيها توصل لحد 100%. فالحمد لله احنا بنشتغل بالمحاليل دي في معملنا. عندي برضو وحدة الكيمستري نعمل كل تحاليل الكيمياء في الدم، ومسؤول عن الوحده دكتوره عندنا الدكتوره نسرين السباغ دي كلينيكال باثولوجي، ومعاها الدكتور صبر الشاعر المدير الفني لوحدات الكلينيكال باثولوجي هنا، وهو اخصائي في معهد الكبد بكفر الشيخ، ومعاه برضو ستاف محترم اقلهم واخد 2 دبلومه او 3 ومعظمهم معاهم ماجستير. الوحدة الثالثة عندي أنا وحدة الميكروبيولوجي والسيمن أناليسيز، عندي جهاز مميز جدا جدا اللي هو جهاز تحليل السائل المنوي بالكمبيوتر اللي هو الكاسا، ده جهاز دقيق جدا بيقدر بسهولة جدا يقيس سرعة الحيوان المنوي في جزء من الثانية، زائد ان هو بيقدر نسبق بصبغات خاصة للحيوانات المنوية اللي نقدر نعرف بيها ايه اي الديفكت اللي حصل في الحيوان المنوي، سواء كان في شكل الهيد بتاعته او التيل او خلافه. بيدي كيرفات الجهاز، بيرسم كيرف للدكتور، وبندي سي دي عليها كل الحاجات اللي احنا عملناها مسجله، ممكن المريض يقدر يشوفها مع نفسه او الدكتور كمان يقدر يشوفها ويقدر يحدد ازاي هيتعامل مع المريض. عندنا برضو حاجات جهاز الغازات، وده جهاز مهم جدا جدا للعناية المركزة، نتائجه في منتهى الدقة، جهاز أمريكي محترم جدا وسريع جدا في أنه يطلع للنتائج، زائد جهاز كمان إنزيمات القلب، ده برضو من الأجهزة المهمة جدا والخطيرة جدا في المعمل اللي هي طبعا العناية المركزة بتحتاجها. وإحنا في خلال من 15 ل 20 دقيقة نقدر نطلع النتيجة للعيان الحمد لله رب العالمين. المعمل برضو في تسوق
مميز لي الحمد لله فرعين، الفرعين مجهزين على احلى على احدث مستوى، وفيهم احدث انواع الاجهزه، وفيهم ستاف من يعني الكواليتي بتاعته عاليه جدا جدا، ومدربين بنسبه كبيره جدا جدا، تمام. وان شاء الله برضو احنا ممكن نقدر يعني نوريكم المعمل شغال ازاي وايه الوحدات اللي موجوده فيه. ويشرفنا ان احنا نستقبل الحالات في اي وقت من اليوم ما عدا يوم الجمعه. الحالات بتاعتنا بنبدا نشتغل من الساعه 9 لغايه الساعه 10 بالليل. زي ما قلت لحضراتكم عندنا فريق مدرب ازاي يعرف ياخد من الاطفال وازاي يعرف ياخد من السن الكبير، كما ان برضو ان احنا مميزين جدا في ان لو اي اخت او ست جايه تعمل تحليل اللي بيسحب منها دكتوره، لو اي برضو راجل اللي بيسحب منه دكتور، تمام، عشان برضو في بعض الناس بتفضل كده، بالاضافه ان بعض الناس ممكن تطلب الدكتور نفسه يسحب منها، ما عندوش اي غضاضه انه ممكن يسحب منها العينه. دلوقتي هناخد جوله بسيطه في المعمل نوريكم امكانياته ونوريكم تجهيزاته والاستاف اللي شغال معانا، وتفضلوا حضرتكم معايا. احنا ان شاء الله كده داخلين على اسم الاستقبال، واحنا عندنا دكتورة شيماء مسؤولة الاستقبال. الحمد لله الاستقبال مجهز لاستقبال جميع العينات، وممكن دكتورة شيماء تتكلم برضو عن الاستقبال وازاي بتقابل الناس في المكان. اتفضلي دكتورة شيماء.
انا الدكتوره شيماء احمد السقه، مسؤوله ريسبشن في معمل الشعر. البيشنت اول ما بيدخل احنا بنبدا نستقبله في مكان مجهز لاستقبال البيشنت، بنبتدي ان احنا ناخد البيانات كامله عن البيشنت، بناخد الاسم، بناخد العنوان بالتفصيل، بناخد كمان رقم تليفون، بناخد الاي دي للبيشنت، بنبتدي نعرف البيشنت محول من دكتور معين، بناخد اسم الدكتور، بنبتدي ناخد التفاصيل الكامله عن التحاليل البيشنت هيعملها، بنشوف البيشنت ليه هيستوري معانا قبل كده، متسجل عندنا قبل كده ولا لا، بحيث ان البيانات كلها تبقى واضحه عندنا الخاصه بالبيشنت. نبتدي ان احنا نتعامل مع البيشنت في قسم السحب الخاص بالعينات. في دكاتره هنا متخصصين لسحب الاطفال، وفي دكاتره متخصصين لسحب السيدات، وفي دكاتره ميلز متخصصين لسحب الرجال. لو في بيشنت حابب ان دكتور معين هو اللي بيسحب له، مفيش مشكله خالص، بنبتدي نتعامل مع البيشنت بمنتهى الاريحيه. بناخد بنتم سحب العينه في انابيب معقمه تماما في غرفه السحب بالداخل، وبنبتدي نتعامل مع البيشنت نسحب منه عينه الدم، وبعدين بيبتدي البيشنت ان هو بنبتدي البيش ده بالنسبه للبيشنت الدم، يبتدي خلاص ان هو ياخد ميعاد لنتيجه التحاليل ويتفضل يستأذن. في كمان قسم خاص بسحب عينات الباثولوجي المسؤول عنها دكتور ربيع الشاعر ودكتور محمد ابو سعده. القسم ده بكل عينات الباثولوجي بمختلف الانواع بمختلف اماكن سحب العينات بتتم عندنا في غرفه خاصه مجهزه بالكامل لسحب عينات الباثولوجي. نفس الطريقه بنتعامل مع البيشنت باخذ بياناته كامله، وبالتالي بيتفضل يتعامل مع دكتور ربيع او دكتور محمد لاخذ العين. دلوقتي احنا في قسم سحب عينات الباثولوجي، ويعني قدرا عندنا حاله ثايرويد نديول، هنسحب لها فاين نيدل اسبريشن من الثايرويد. بنعمل اكستنشن للنك بتاع البيشنت، تمام، بحيث ان انا تبقى الثايرويد قدامي واضحه جدا واقدر احسها. ممكن تبلع حضرتك؟ ابلع. تمام، ابلع. طيب كده حسيت الثايرويد نوديول تحت ايديا بينطهر كويس جدا جدا مكان الثايرويد بالالكحول زي ما نعمل كده. وهنبدا بعد كده نخش بالابره بتاعتنا في الثايرويد نوديول. تمام، سحبنا السحبه بتاعتنا، بنيجي على طول وبسرعة جدا. تقريبا كولويد جاب حوالي 3 سنتي يلو سيرس فلويد، غالبا هيبقى كولويد. وبسرعة بناخد نقطتين ثلاثة على السلايدز، والباقي بعد كده بندوره في السنترفيوج، وممكن نعمل منه سيل بلوك. وبسرعة بنفرد الشرايح زي ما احنا فردناها كده، وبنحطها في الالكحول علشان يحصل لها فيكسيشن، عشان بعد كده تخش في مرحلة اللي السبغ، وبعد كده تتشاف under the microscope عشان نشوف هل فيها malignant cells ولا هي benign. احنا دلوقتي في قسم الباثولوجي او قسم تحليل الانسجة والاورام. القسم دوت فيه شقين، شق تكنيكال وفي شق دياجنوستيك. الشق التكنيكال بيبدأ من اول استقبال الحالات والتاكد من المعلومات بتاعتها كويس جدا مع الباركود اللي موجود بره مع الريكوست اللي جاي من الدكتور. وبيبدا نبدا نعمل بعد كده حاجه اسمها الجروسنج. طبعا الجروسنج لازم يكون في اماكن معينه وفي فلاتر معينه موجوده علشان ريحه الفورمالين، وفي شفاط كويس جدا، لان الحاجات دي مهمه جدا حتى في الكواليتي بتاعت بعد كده في الكوليج امريكان باثولوجيست بيشترطوا قياس نسبه الفورمالين في الجو بنسبه معينه. بنبدا نعمل جروسنج هنا الحالات، نقطع الحالات وناخد حاجه اسمها جروس بيكتشر بتاعتها، وناخد من التيومر او من النسيج اللي هو الدكتور بعته. بعد كده بنبدا نحطها في حاجه اسمها الكاسيت. الكاسيت اللي هو زي ده كده، تمام. الكاسيت ده بياخد سيكشن معين بحجم معين، وبعد كده بنحطه في ماده الفورمالين عشان يتحفظ لدرجه في وقت معين وما يزيدش عنه. بعد كده بيخش في البروسيسنج في التشو اوتوماتيك بروسيسور في المكان الثاني. البروسيسنج ده بياخد حوالي 12 ل 13 ساعه، بيعدي في محاليل
كحولات، بعد الاول حاجه الفورمالين، وبعد كده الالكحول بنسب ودرجات مختلفه وتركيزات مختلفه، بعد كده ماده اسمها الزايلول، بعد كده شمع البارفين، لغايه ما في الاخر خالص بنصبه ونعمل منه حاجه اسمها بارفين بلوك. بيبقى التيشو عباره عن موجود جوه شمع البارفين بالمنظر ده، علشان بعد كده يروح للدكتور محمد ابو سعده السحريه اللي هو بيطلع لنا احسن سكاشن واحسن شغل على جهاز اسمه جهاز المايكروتوم. جهاز المايكروتوم ده بيقدر يقطع البلوكات ديت زي ما الدكتور محمد شايفين كده شغال ما شاء الله، ويبدا يحط لنا السكاشن دي بالمايكرون، واول ما بتوصل انها خلاص تبقى بلوك شمع، تبقى خلاص بقى تفيد الدكتور محمد ابو سعده. اول ما توصل الدكتور محمد طبعا دي اهم خطوه في شغل الباثولوجي، ان هو ازاي ياخد منها سكاشن كويسه جدا وضيقه جدا ورقيقه جدا على السلايدز، ومن غيرها احنا ما نعرفش كباثولوجيست نعرف نشخص. فالدكتور محمد هو ليه الدور الكبير هنا، هو برضه هيكلمنا عن ازاي بيقدر ياخد العينه وازاي بيشتغلها. اتفضل دكتور محمد. الدكتور محمد ابو سعده اخصائي تحليل البيولوجيا والميكروبيولوجية. احنا الان دلوقتي انا في وحده الباثولوجي، الوحده الباثولوجي مشرف عليها ومشرف على اهم حاجه فيها وجزء اهم فيها اللي هو جزء تقطيع الحالات وتحجيزها في بلوكات شمع بهذا الشكل وتقطعها على جهاز الميكروتوم. الحالات بتيجي بسيريال نمبر وبيبقى عليها الاسم، لان عندها كود الاسم والرقم بتاعها عشان ما فيش حاجه تتلخبط او في حاجه، يبقى عندنا الامور دي تبقى اكثر جوده يعني. وبعد كده بنقطع الحالات دي ونحطها ونسريلها ونقطعها ونحطها على الشرائح بالشكل ده باسم الحاله ورقم الكود بتاعها اللي داخله بيه من بره. وبعد كده ننتقل الى مرحله الايه؟ الصبغه. عندنا نوعين من الصبغه، الصبغه اليدوي والصبغه الاوتوماتيكيه. ماشي؟ جهاز صبغه يدوي عباره عن نسبخه ايوسين والهيماتوكسيلين لحد ما تطلع بالشكل النهائي اللي هنشوفه بعد شويه. الدكتور ربيع او الاستاذ الباثولوجي يقراها عن الميكروسكوب. احنا كده دخلنا في قسم المايكروبيولوجي، وان شاء الله احنا معانا دكتور صبري اخصائي التحاليل الطبيه بمعهد كفر الشيخ، ودبلوم تحليل طبيه جامعه الازهر، ودبلوم تحليل مايكروبيولوجيه جامعه المنوفيه. هيبدا برضه يكلمكم عن الوحده، تمام، وهيبقى معانا في بقيه الاقسام لان هو المشرف الفني وعلى بقيه الاقسام في المعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور صبري الشاعر اخصائي التحاليل الطبيه بمركز كابت كفر الشيخ والمدير الفني لمجموعه معامل الشاعر هنا. ان شاء الله معانا هنا احنا في قسم الميكروبيولوجي، والقسم ده خاص بالمزارع على اختلاف انواعها ان شاء الله، بدايه من مزارع اليورين اللي هو البول، ومزارع الدم بمختلف انواعها، ومزارع الانسجه كلها موجوده معانا اللي هي الابسس وخلافه. معانا هنا البوكس الازاز ده، ودوت عباره عن بوكس ازاز معقم بنزرع فيه ونصب فيه الماده اللي احنا بنحط عليها البكتيريا بمختلف انواعها، وكمان بنشوف حساسيه المضادات الحيويه اللي تمشي مع البكتيريا ديت من خلال مضادات حيويه مختلفه بنحطها على الاطباق المزارع اللي احنا شايفينها دلوقتي معانا. الدكتور ابراهيم معانا ان شاء الله اخصائي تحليل المايكرو. كمان بنفحص انواع البكتيريا من خلال الميكروسكوب بصبغات معروفه انها صبغات بتدل على اختلاف انواع البكتيريا اللي احنا بنكشف عنها ان شاء الله وبنتعرف على نوعيتها. دي طبعا الحضانه اللي احنا بنحط فيها الاطباق وبتاخد 24 ساعه علشان البكتيريا تزرع، وبعد خلالها ان شاء الله بننقلها في اطباق تانية ان شاء الله، ومن خلال الانتي بيوتيك وخلال الصبغه اللي احنا بنحطها على المزارع بنحدد نوع البكتيريا والعلاج اللي بيتوافق معاها، وده طبعا بيوفر على المريض والدكتور تجريب ادويه كتير ومضادات حيويه كتير، وده ان شاء الله دي حاجه يعني موجوده في معمل الشاعر بنمتاز بيها ان شاء الله. بالنسبه لجهاز الاليزا، وده برضو احنا
من خلاله بنتعرف على وجود بعض العدوى زي عدوى ميكروب المعدة اللي هو الميكروب الحلزوني بجرثومة المعدة، وده يعتبر أدق حاجة في السوق موجودة إن شاء الله. لأن في بعض التستات اللي احنا بنعملها اسمها رابيد تيست اللي هي الاختبارات السريعة، ودي لها مشاكل كتير انها بتديني فولس ريزلت، نتائج كاذبة كتير، لكن الجهاز الإلايزا من خلاله انا بقدر تركيز على سبيل المثال جرثومة المعدة في جسم الإنسان، وده من خلال عينة براز فريش بتيجي صباحا في كاب معقم، واحنا بنتعامل معاه ان شاء الله من خلال تركيز دقيق جدا بيفيد المريض وبيفيد الدكتور في المتابعة. دي الوحدة اللي موجودة هنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا هنا في وحدة الهرمونات وصورة الدم، وجهاز الهرمونات هنا بيمتاز بالدقة العالية جدا من خلال ان احنا ما بنتدخلش في شغله نهائيا، احنا بنحط العينة بتاعت المريض تحت وبنحط الكيماويات بتاعته فوق وخلاص، احنا بنكود عينة المريض من خلال الرقم الكودي اللي هو بياخده اصلا في ريسبشن، واحنا ما فيش اي تدخل بشري خالص في جهاز الهرمونات، بحيث ان هو بيديني دقة عالية جدا في النتائج. وان شاء الله جهاز الهرمونات بيعمل دلائل اورام في المعدة، دلائل الأورام في الكبد، دلائل الأورام في البنكرياس، بيعمل إنزيمات القلب كمان معانا، وبيطلع النتيجة في خلال تلت ساعة من بدء تشغيل الجهاز إن شاء الله. جهاز صورة الدم بيفحص خلايا الدم على مختلف أنواعها، كانت خلايا الدم البيضاء أو الحمراء، وكمان بيديلي نسبة الأنيميا عند المريض ونوعها من خلال شيت بسيط خالص، وهو برضو يعتبر ما فيش تدخل بشري غير ان انا بحط العينة على البروب بتاعه اللي هو السكشن دوت، بيسحب عينته وبيطلع لي الشيت، ما فيش اي شغل مانيوال خالص ولا اي تدخل بشري ان شاء الله. بالنسبة لجهاز الغازات، جهاز الغازات بيخدم دايما العناية المركزة وحالات الاطفال المكتسرين اللي هم في الحضانات، بحيث ان هو بيديني برضو مستوى الغازات في الدم اللي هي بتفيد الدكتور المعالج، سواء كان المريض في العناية المركزة او في الحضانات بتاعة الاطفال. هنا في قسم الكيمياء ان شاء الله، الكيمياء ديت معناها وظائف الكبد، وظائف الكلى، جهاز الالكترولايت اللي هو جهاز قياس الاملاح في الدم زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والبي اتش بتاعت الدم ان شاء الله. هذه الاجهزه موجوده، جهاز الالكترولايت ودوت بيعمل لنا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ودولت مهمين جدا في حالات العنايه المركزه برضو، واحنا بنخدم حالات العنايه المركزه من خلال الجهاز ده هوت، وكمان الحضانات للاطفال المبتسرين. اما الجهازين التانيين دولت فاحنا بنعمل عليهم وظائف الكبد والكلى والسكر وجميع انواع الكيمياء اللي موجوده في جسم الانسان، بالإضافة للكوليسترول والدهون الثلاثية والكوليسترول بأنواعه والنقرس اللي هو اليوريك أسيد. دكتور ربيع، ممكن حضرتك تكلمنا بالنسبة لحالات الباثولوجي، هل كل المعامل تقدر أنها تسحب العينات عندها في المعمل، ولا لازم معمل مجهز خاص بعينات الباثولوجي؟ بصوا حضرتك، بالنسبة لعينات الباثولوجي في جزئين، أولا في عينات سحب، ودي طبعا لازم تنسحب في عينات الباثولوجي في معامل الباثولوجي اللي هي عينات السحب من الغدد الدرقية أو من الثدي أو من أي نسيج في الجسم، خصوصا الأنسجة الخارجية. إنما عينات الباثولوجي ما ينفعش أي معمل عادي يستقبلها، تمام، ممكن ده طبعا ما بيتمش، يعني الآن فيه مشكلة في إن بعض المعامل اللي هي أصلا ما هياش متخصصة في الباثولوجي ممكن تاخد عينات الباثولوجي وتبعتها في حتة تانية أو كلام من ده، وده بصراحة مش صح، لأن عينة الباثولوجي بتستلزم إنها يكون التعامل معها بدقة شديدة جدا جدا، لأن دي عينات لو باظت أو حصل لها أي مشكلة للأسف الشديد الدكتور مش هيعرف ياخدها تاني، ولا هيعرف يجيب المريض وياخد منه، لأن العينة كده كده اتشالت، ممكن يكون شايل ورم كامل أو ثدي كامل أو قولون كامل، والعينة دي ممكن تبوظ، لأن طبعا فيه محاليل خاصة لحفظ العينات ديت ووقت خاص لحفظ العينات ديت، وإن العينة ديت ما ينفعش تستنى في محلولها أكتر من 48 ساعة، ما ينفعش تتنقل من مكان لمكان بطريقة عادية. معامل الباثولوجي
عندها القدرة الشديدة جدا والدقة الشديدة انها تستقبل عينات الباثولوجي وتعرف تتعامل معها تعامل دقيق جدا، بحيث انها تحفظ تقدر تحافظ على النسيج وتقدر كمان تاخد معلومات صحيحة جدا. احنا بيجينا للأسف الشديد بعض الناس بيكونوا ودوا الحاجات دي في معامل غير متخصصة، بياخدوا الحالات وما هماش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. الحالة ممكن تكون جايله في محلول ملح مثلا، وده ما ينفعش ابدا. تكون جايله في مية عادي، الحالة لو استنت في محلول ملح اكتر من وقت معين بتبوظ. على ما بيبعتها المعمل كبير، على ما يجيبها المعمل باثولوجي ممكن تاخد لها يوم ولا اتنين. احنا بعد كده بنلاقي مشاكل كبيرة جدا، العيان جاي يقول انا عينتي باظت، كنت عملتها في الحتة الفلانية او المعمل الفلاني وباظت. ايه السبب؟ ان المعمل ده ما هوش عارف ازاي يتعامل مع عينات الاورام ومع عينات الباثولوجي ازاي. فللاسف الشديد ممكن الناس تقول ان العينات دي المعامل دي بتاخد العينات بسعر اقل ومش عارف ايه. ممكن ياخدها فعلا يكون بسعر اقل، انما مش عارف اتعامل معاها كويس وعينتك ممكن كلها تبوظ، يبقى انت عملت بالسعر. ممكن عينات المعامل التحاليل الباثولوجي والاورام بتاخد سعر اغلى شويه، انما في النهايه بيديك نتيجه دقيقه جدا، بيعرف يحافظ لك على عينتك. مفيش اي احتمال ولا واحد في المليون ان عينتك تخش مع عينه تانية، او في احتمال انها ما يطلعش نتيجه مظبوطه. وزي ما حضراتكم شفتوا معمل الشاعر وامكانياته المحترمه والوحدات اللي فيه، ويعني مستوى الستاف اللي شغال فيه، ان شاء الله نحب حضراتكم تزوروا المعمل، وان شاء الله ننال ثقتكم وثقة برضو الدكاترة المحترمين، وإن شاء الله تاخدوا من معمل الشاعر أدق وأفضل نتائج.